ما حكم الذي يلعب الورقة في غير أوقات الصلاة؟ نعم، الذي يلعب الورقة في غير أوقات الصلاة. الورقة ما يجوز لعبها لا في غير أوقات الصلاة، ولا لأنها لعب وعبث وتجر إلى القمار، تجر إلى القمار وتجعلك تخالط السفهاء، لأن ما يلعبها إلا ناس فارغين سفهاء تخالطهم ويكون فيها كلام سيء، فابتعد عنها. نعم.